متابعينا الكرام، كما كتسمعوا معنا هذه اجواء الدفن ديال مي فاطمه، السيده يعني اللي توفات البارح يعني في حي الطلعه بعد ما انفجر غاز البريطاني في احد البيوت ديال الجيران ديالها، وسبب في انهيار السور اللي ارضاها قتيله وارضاها شهيده. فانا لله وانا اليه راجعون، فدعواتكم معها يعني بالرحمه والمغفره وبالصبر يعني العائلة ديالها والأهل ديالها والجيران ديالها يعني اللي تصدموا بهذا الخبر، والخبر يعني اللي كان صعيب على الأهل وعلى الجيران وعلى الناس كاملين يعني حتى الناس الحومة، خصوصا أنهم اللي كيعرفوا السيدة فاطمة رحمة الله عليها. فيعني صراحة يعني كان واحد الحزن والأسى يعني في هذه اللحظة ديال الدفن، فإنا لله وإنا إليه راجعون. Côté. متابعينا الكرام، كنسألكم يعني في هذه اللحظة هذه الدعاء بثبوت يعني السؤال، فهذه هي أصعب مرحلة وهذا هو الوداع الأخير ديال أمي فاطمة، ضحية غاز البوطان وضحية يعني كنينات غاز البوطان القنبلة الموقوتة اللي تثبت يعني في الوفاة ديالها، بعد ما يعني كان كيستخدم الجار ديالو كان عنده واحد التسرب وما لاحظتوش، وسبب يعني في الانفجار ديال هاد الكنينات البات، وهي اللحظات الاخيره ديالها. فدعواتكم يعني معها بالرحمه والمغفره والصبر للاهل ديالها، وكذلك يعني عزاؤنا واحد الاسره الفقيده. فان لله وانا اليه راجعون، هذه اللحظه الاخيره ولحظه ديال الوداع، فان لله وانا اليه راجعون.